مهند حماد، عمري 25 سنة من السعودية. أنا فراس المناع، عمري 22 سنة من سوريا. مشروعنا هو تطبيق جوال اسمه دايفين. دايفين هو شبكة اجتماعية تجمع كل الغواصين واللي يحبوا البحر في مكان واحد، بحيث إنه نقدر نشارك خبراتنا، نتعرف على ناس جدد، نتعرف على أماكن جديدة للغوص ونشارك مشاكلنا. ومن حبنا للغوص وإحساسنا بالمشكلة جتنا فكرة دايفين. حلمنا أن يكون دايفين المكان اللي يجمع كل الغواصين في العالم في مكان واحد. صوتونا ليكون دايفين هو المكان اللي يجمعنا.